مشاهدينا الله معكم. اليوم 21 حزيران منعيد سوا عيد الأب، وبهالمناسبة المميزة معايدة من القلب مني ومن أسرة مريم تي في، أولا للآب السماوي، وثانيا لكل أب ورب عائلة وأب روحي بكل العالم. ومنرفع صلواتنا جميعا لبين السماوي بهالوقت والزمن الصعب يلي عم نمرق فيه، ومنشكره على كل النعم، ومنطلب منه إحلال السلام والطمأنينة بمنطقتنا، ومنسلمه حياتنا، ومنقله لتكن مشيئتك يا أبانا. بسرنا مشاهدينا بحلقة اليوم أني رحب بضيف مميز جدا، بدي رحب بضيف مميز جدا على شاشة مريم تي في. بير رمزي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك وبكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. حضرتك صديق مريم تي في، أنا بدوري بدي عايدك وبدي أقول لك إنعاد عليك، وبتمنى لك دوام الصحة وعيد مبارك كمان. معك أنا كمان بدي عايد كل البيات، بوجه تحية لبيك محل ما هو مش هيك؟ نعم. وبدي وجه تحية ومعايدة وبوسي لبيي بكل الأشياء اللي عم يقطع فيها، خاصة مع مرض الماما. يعني عن جد بين انه بي جبار وبي رائع، وانا بدي اقول له هون على شاشه مريم تي في اني بحبه كثير. نوجه له تحيه ويعطيه الف عافيه ومنعيده كمان. اكيد. بحلقتنا اليوم بير رمزي بدنا نسلط الضوء على بعض القديسين اللي كانوا اباء بحياتهم الارضيه. ونعم كلنا مدعوين للقداسه، اباء، امهات، اولاد، شباب، ملحدين، علمانيين، وباب القداسه مفتوح للجميع، وهيدا الشيء رح نثبته بحلقتنا اليوم انا وياك. ولكن قبل ما ندخل بصلب الموضوع بير رمزي، بدي افتتح حلقتي بمقتطفات من وعظه للبابا فرانسيس من فحوى هالمناسبه، واللي قال فيها كلام عن جد بيلمس كل واحد فينا، وبجسد فعلا محبه الاب المجانيه واللا مشروطه واللا محدوده. إن القراءة الأولى من الكتاب المقدس تخبرنا أن الملك داود كان ينتظر الحصول على أنباء من أرض المعركة، فجاءه أحدهم ليخبره أن ابنه أبشالوم قتل، فراح داود يبكي على ابنه وسط دهشة الأشخاص الواقفين من حوله ويقول: أبشالوم، أبشالوم، يا ابني، يا ابني. وأشار البابا إلى أن هؤلاء الناس سألوا الملك عن سبب بكائه على ابن نكر أبيه وأهانه واضطهده. إن بكاء داود حدث تاريخي وفي الوقت نفسه نبوي، لأنه يكشف لنا عن قلب الله وعما يفعل الرب معنا عندما نبتعد عنه، عندما ندمر أنفسنا بواسطة الخطيئة. مضيفا البابا إن محبة الله تجاهنا كبيرة، حتى أنه مات مكاننا، صار إنسانا ومات على خشبة الصليب. وعاد البابا ليؤكد إن محبة الله وصلت إلى أقصى الحدود، لأن المصلوب هو الله ابن الآب الذي جاء إلى هذا العالم ليهبنا الحياة. وقال البابا فرانسيس إنه ينبغي علينا في مراحل الحياة الصعبة والقبيحة، وعندما نبتعد عن الله، علينا أن نسمع صوت الله في قلبنا يقول لنا: يا بني، يا ابنتي، ماذا تفعل؟ لا تنتحر، من فضلك أنا مت من أجلك. وذكر البابا فرانسيس في نهاية عظته بأن الرب يسوع بكى عندما نظر إلى مدينة أورشليم، مضيفا أن يسوع يبكي لأننا لا نتركه يحبنا. اف، شو هالكلام الحلو، شو هالوعظة اللي عن جد بتجسد الحلقة اللي بدنا نحكي فيها اليوم، وبتجسد عن جد أبوة ربنا اللي كمان حب هلا نفتتح الحلقة أنا وياك. أول شيء بدي أقول شغلة، إنه هيدا البابا هو البابا المناسب للكنيسة بعصرنا اليوم هلا، فعلا ببساطته، بعمقه، بالذهاب إلى الأساسيات بتعليمه. أنا بتصور إنه اليوم الكنيسة بحاجة إلى هالنوع من البي. نعم. إيه؟ بدنا نرفع صلاتنا له، هو بي الكنيسة. نعم. أيضاً. الجامعة. أيضاً.
لكن اللي بيميز إيماننا المسيحي، اللي بيميزه بالصميم يعني الجوهر، هو هالكلمة أبا، الله البي. نعم. إذا منشيل أبوة الله ما بيضل شيء من الإيمان المسيحي، كله بيصير يعني منصير اون فاريانت دي ريليجيون، يعني منصير دين بديل عن هالأديان الموجودة بالدنيا. نعم. يلي بيميز هو هالأبوة. واليوم أنا حابب أقول شغلة، إنه البي ما بيعطي، البي بيكون. حلو. البي الحقيقي منه اللي بيعطي، هيدا بيجي من بعدين، هيدي النتيجة. نتيجة. البي الأبوة الحقيقية هي اللي بتكون أب، يلي بتكون بي. لكن في كتير ديانات عندهم صورة الله البي، ولكن أي بي؟ البي اللي بيعطي. في كتير يعني كلمة بي موجودة بكتير ديانات، إن كان سماوية أو وثنية أو بالحضارات البعيدة والقريبة، يعني صورة البي بمكان ما موجودة، ولكن دائما كانت مربوطة بصورة البي اللي بيعطي. نعم. إجا يسوع المسيح قال لنا بي ما بيعطيني، هو بي، أنا عطاؤه. لكن إذا منطلع ومنشوف يسوع بلش بشارته بحدث العماد. نعم. شو صار بحدث العماد؟ فعل، قال له أنت ابني، كلمة أنت بهالكلمة، قال له كل شيء. وهيدي صدى للبشارة، للتجسد، يعني مثل كأنه بالعماد يسوع لخص لنا كل المسيرة يلي قبل. قال لمريم وابن العلي يدعى، هيدا ابني. يعني هالبي بفعل أبوته يلي عطى ابنه، وبعدين اكتشفنا مع يوحنا ومع لاهوت الكنيسة بعدين انه هالابن هالإنسان يلي شفناه متجسد من مريم منه إلا الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس، هو ملء الألوهة يلي الآب أعطاه كل ذاته، أعطاه كل ذاته. يعني الله ما أعطاه شيء، أعطاه ذاته. مشان هيك الإنسان تيكون ابن منه بحاجة لحدا يعطيه شيء، أول شيء بحاجة لمين يعطيه؟ ذاته، يعطيه وجوده. وهون أنا بدي ركز كتير، لأنه اليوم إذا منطلع نحن نحكي عنا هلأ مطورا، أزمة الإنسان اليوم هي أزمة شو؟ فقدان البي. ما في بي. منو البي؟ البي هو يلي أنا موجود لأنه هو أرادني بفعل حب مجاني، أرادني بفعل حب مجاني. نعم. ما بده شيء تاني إلا أن يكون ابنه، إلا أنه من وراي بيستفيد شغلة وحدة، أنه يصير بي، لأنه ما في يكون بي إذا ما عنده ابن. هيك شو حلوة هالصورة. ولما منطلع ومنشوف فحوى الإيمان المسيحي أنه هو أبعد اللي صرنا قايلين عدة مرات، هو منه ممارسات، هو منه أفكار، هو منه عبادات، هو منه أعمال بنعملها، هودي كلياتهم موجودين، ولكن هودي نتائج، وإذا منحطهم أولوية بيموت إيماننا المسيحي، لأنه بينفقد الجوهر، بيصير عندي بي بيعطي وبده، بيعطيني أشياء وبده أشياء، بالوقت اللي هو ما بده إلا شغلة وحدة، اللي أنا اكتشف أنني معطى من حبه لإلي. نعم. هيدي هي الأبوة. نعم. البي هو يلي أنا بلاه مني موجود، وأوجدني مش تياكلني، مش تكون تكملي لإله، تكون أكسسوار، مثل ما الواحد عنده إيد بيطول إيده، أو عنده شو بيعرفني بيطول إمكانياته، ولكن أوجدني لأنه بحبني، لأنه أنا مهم بعيونه، اكتشف ذاتي مهم بعيونه. وأنا بتصور أنه هيدي كتير مهمة، لأنه الإنسان على الأرض، هيدي قال أحد علماء النفس الكبار المسيحيين، قال الإنسان على الأرض ممكن يصير بي ممكن لا، بس الإنسان على الأرض ما بيقدر ينوجد إذا ما كان عنده بي، إذا ما كان ابن. اف شو حلوه هالصوره. نعم. واليوم انسان اليوم ضايع لانه بطل عنده بي، ضيع بيه،
الإنسانية اليوم ضايعة لأنه ضيعت بيا. طب رمزي ليه بعد في عالم مش مقتنعة بهالموضوع؟ يمكن مش قصة مش مقتنعة، تبعد يعني الفكرة، هربانة. ايه هربانة ايه. انه الله بي، لا بتحطوه بخانة انه الله هو العدل، ويمكن بده يجي نهار ينزل على الأرض ويحصد الأشرار وياخد الأخيار. ليش دايما عندنا هالخوف وهالهروب من هالموضوع؟ لأنه اكتشاف البي منه هين. لك تطلعي وشوفي، أنا هون في ناس لح يزعلوا مني، دور البي مرات أهم من دور الأم، بس اكتشاف البي 100 مرة أصعب من اكتشاف الأم. لك تطلعي وشوفي البشرية دي صار لها بتعيد عيد الأم، نعم، وأمتى اكتشفت البي؟ بالكنيسة ديش صار لنا بنحكي عن مريم العذراء وبنحطها بقديسنا وبصلواتنا دغري من بعد يسوع بنذكر العذراء، تأجى البابا فرانسيس قال من بعد ذكر العذراء بتذكروني مار يوسف. ايه؟ لأن دوره كتير مهم. أكيد. ايه؟ مش هاي الواحد يكتشف البي. ليش؟ لأنه إذا الأم بالعيلة هي الحضن العاطفي، هي السكيورتي افكتيف، هي الامان العاطفي، الانسان بيتعلق بالامان العاطفي اول شيء لانه حلو لذيذ، ايه ثاني شيء لانه اول واحد ما بده مجهود كثير، الانسان بيحب العاطفه، إيه؟ لانه بغنج، لانه بيحضن، لانه بيستقبل، لانه بيرضع، إيه؟ لانه بيعطي الدفى. لك كلياتنا بنتعلق بصوره الام، منموت عم نقول يا ماما، نعم، يا أمي وينك. يعني حتى محبتنا لمريم العذراء مرات كتير مربوطة بصورة الأم. منا شغلة عاطلة بس، ولكن الإيمان ودور مريم بالإيمان هو شوي أبعد من هذا الموضوع. قديش صعب اكتشاف صورة البي، لأنه البي هو السيكوريتي، إذا بدك الأمان يلي بيجي من اللأ. إيه؟ أمان اللي بيجي من الصلابة، الأمان اللي بيجي من الحماية، الأمان يلي بيقطع العلاقات الغلط تيساعدك تبني العلاقات الصح. لك الأم بتحضن بتغنج، يعني الأم دورة كتير مهم، بس دور الأم لحالة بيخرب الإنسان، بيدمره. مشان هيك الإنسان ببلش حياته بالطفولة بعلاقة اندماجية مع الأم، إلى حين توصل صورة البي وتقول له ستوب، لكي بيكون عن يمد حياته هيك أفقيا، بيجي البي بيقول له ستوب، بيشحله تيبلش يكبر طلوع. نعم. تيبلش يوقف يقول له هيدي مرتي، هيدي منا مرتك، ايه؟ انت عندك خي ما فيك تضربه، ايه؟ يعني صورة هالبي يلي بيحط حدود، بس بذات الوقت بيحط حدود بحب، حدود كرمالي مش ضدي. والصعوبة الإنسان يوصل للنضوج، أي متى الإنسان بيوصل للنضوج الحقيقي؟ لما بيكتشف إنه لا تبع بيه هي السكيورتي يلي بتكبره، هي الأساس يلي بيو عم يشتغل كرماله مش ضده، إيه؟ واللي من خلال هلأ هيدي في كون الأنا الحقيقية. لك إيش مهمي الأنا؟ نعم. الحقيقية يلي بدها تعرف تتعامل مع أنت تبع أمه، مع أنت تبع صديقته، مع أنت تبع مرته، مع أنت تبع خيه، مع أنت تبع بيه، مع أنت تبع زميله، تبع مديره. لكن إذا بتطلع وبتشوفي لولا من وجود صورة البي الأنا ما بتتكون. لك وديش في ناس بيوصلوا لعمر 60 سنة بعد عندهم علاقة اندماجية مع أمه، ما بيقدر يلبس بيجامته بلا ما يسأل أمه. قديش في عيال خربانة لأنه بتلاقي رجال واقف وعنده شركة وطويل عريض أو هالأخبار كلياته، وآخر شيء أمه بتلعب له بحياته، بتخرب له علاقته مع مرته، ما أنه قادر يدير علاقة مع امرأة أو إدارة أولاد. يعني قديش مرات هلأ هيدي اللي بتعطي الأنا. لكن نرجع لهالشغلة، هيدي البي ما بيعطي شيء، بيعطي ذاته، بيعطيني ذاتي قدامه، أنا بكتشف الأنا تبعولي، هي يلي بتغذي في العمود الفقري. نعم. البيندورسال يلي بتخليني واقف على إجريي،
بي هو يلي بيقول لي يا ابني تحاش انا بظهرك. ايه تحاش ما تخاف اذا وقعت انا هون انا عيني عليك. ايه هو يلي بيقول لي ما تيأس وقعت وقف انا هون. ايه هو يلي بكون في الانا حتى لو بده يستعمل مرات صوت السور موا صوت الضمير صوت ال يلي بيحط لي حدود يلي بيقول لي هيدا خط احمر بدك تعبر عن شخصيتك عبر عن شخصيتك بس إهانة أمك خط أحمر. إيه؟ بدك تحافظ على ممتلكات تحافظ على ممتلكاتك بس تضرب خيك خط أحمر. يعني هو يلي بكون فيي حدود الأنا. إيه؟ وهيدي شغلة كتير مهمة وهيدي يلي بين السماوي له دور كتير أساسي فيها فرديا وجماعيا. ليش قلت اليوم نحن بحاجة للإيمان المسيحي؟ لأنه إنسان اليوم ما بقى عنده بي، لأنه آخر شيء بيتنا الأرضيين هون نرجع بنشوف ليش في كتير ناس عم يهربوا من هالصورة البي. أول شيء لأن صورة البي صعبة، كلياتهم بدهم صورة أم، كلياتهم بفضلوا يرجعوا إلى حضن الأم، بس ما بيعرفوا أنه حضن مريم هو حضن الآب وانه مريم بتوصل للاب إيه؟ صح. الام الحقيقيه اللي بدها تربي مزبوط هي اللي بتدل اولادها على بيهم وما بتخليهم يقفزوا فوق بيهم او يدلوا عندها. كثير مهمه هيدي. نعم. مريم اللي بتوديني لعند يسوع ويسوع بوديني عند الاب. يسوع قال لها اياها، قال لها يجب ان اكون في بيت ابي. ومريم صار دوره من هاللحظه ان تترك يسوع يروح لعند بيو ونحن تجبرنا نروح لعند بينا. فاذا تنرجع للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، فاذا بياتنا الارضيين قد ما كانوا منيح ابوتهم الى محدوديه الى حدود. نعم. عشان هيك مرموس بيقول من الاب تنبع كل ابوه في السماء وعلى الارض. يعني في محل من المحلات دور بي بده يخلص، دور بي ميشيل بده يخلص. مشان هيك بيتنا بيموتوا، بيتنا بيخطروا، بيتنا بيفتقروا، بيتنا بيقطعوا بأزمات، بيت مرات ما بيعرفوا يتصرفوا مع أولادهم. لكن كتير مهم لأنه أول إذا بدك تقولي خطوة التعمق بالإيمان المسيحي شو هي؟ تصحيح صورة البي. يعني لانه بيتنا الارضيين محدودين دونك ممكن يغلطوا معنا، ممكن يجرحونا، ممكن صورتهم تكون غير كامله. الانسان بحاجه الى اللقاء ببيو السماوي تيكمل الانا تبعوله، لانه هالانا يلي هو جسد نفس وروح بحاجه لبي يعطيني هالانا ويشحل هالانا ويوجد هالانا جسديا نفسيا وروحيا. جسديا انه بده يكبرني، بده يغذيني، بده يلبسني، بده يوديني على المدرسه، بده يطببني، بده ينيمني بتخت، بده يدفيني، بده يغمرني. نفسيا بده يهتم فيي، بده يكون حاضر، بده يسمع لي، بده يعلمني، بده يقسى علي، بده يعيط علي، بده يأدبني. ولكن عندي انا كانسان عندي تساؤلات روحيه، بس قول روحية يعني وجودية، مش عم بحكي روحية يعني صلاة وقداس و عندي بعد وجودي، أنا عندي تساؤلات بسأل حالي فيها، أنا ليش موجود بهالدنيا؟ أنا شو دعوتي بهالدنيا؟ أنا لوين رايح؟ أنا بس هيك صدفة لأنه أمي وبي تجوزوا، أنا مشروع حب. لكن كثير هالأسئلة الوجودية اللي كثير مرات بنهرب منها، ولحديت هون يمكن بين الأرض بيقدر يكون بارفي بلوز او موا، بيقدر يكون كامل او بيقدر ما يكون كامل فيه، بس حتى البيات الكاملين بيوصلوا لهون ببطل عندهم اجوبه. انا اليوم ابن اذا صار معي سرطان مين بيوقف حدي؟ بي ما في يعمل لي شيء. انا اليوم اذا كان عندي صعوبات بالمدرسه وشحطوني او سقطت، انا مين بيعطيني جواب ليش؟ نوصل لمرحلة في شق روحي في بعد وجودي بالإنسان بحاجة إلى صورة بي سماوي اللي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، أنا عندي الأجوبة، أنا اللي أردتك. طاعة
نوصل لهون بالرمزة شو لازم نعمل؟ هيدي المسيرة الروحية، هيدي اللي عم نشتغل عليها اليوم بالبشارة الجديدة. مع الأسف روحانية الكنيسة ما قبل المجمع الفاتيكاني الثاني، انتبه مش عم عمم ولا عم أنا عم بحكي، ولا عم بحكي على اللاهوت الرسمي. اللاهوت الرسمي ولا مرة زيح عن الخط، بس أنا عم بحكي عن التربية المسيحية، البيداغوجيا المسيحية. ولا مرة نحكى عن صورة البي. قبل المجمع الفاتيكاني الثاني ما كان في صورة البي، كانت أكترية صور البي هي ترانسبوزيسيون، هي أني طبق على الله البي صوري عن بي الأرضي، بالوقت اللي يسوع المسيح إجا لحتى يخليني اتخطى بي الأرضي تأوصل إلى بي سماوي من غير نوع. يسوع إجا يقول لي بي ما بيشبه بيك، أو إذا في شيء بيك أخذ عن بي، شقفة صغيرة. لك شو حلو هالصورة. وأنا جاي أعطيك بي. شو جاي يعطيني يسوع؟ شو أعطاني يسوع؟ لا أعطاني سيستم إيكونوميك، يعني ما أعطاني، بحاول ترجم دائما، ما أعطاني منظومة اقتصادية، ولا أعطاني منظومة مالية، ولا أعطاني منظومة حياتية. إذا بتطلع بتشوف يسوع شو يعني، شو أعطانا أشياء تنظيمية لحياتنا؟ ولا شيء. ولا أعطاني كتاب لاهوت تأدرسه وتأتعمق فيه. إجا قال لي شغلة وحدة، أنا جاي أعطيك بي. لما قالوا له يا رب علمنا أن نصلي، فإيش بدنا نطلب من الله؟ كيف بدنا نتوجه لله؟ منشوفك أنت بتحكي معه بغير. قالوا له أبا، أبا. لكن كلمة أبا بتختصر كل شيء. كل هوديك البقية هني نتيجة الأبا، نتيجة الأبا. ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، ليتقدس اسمك، أعطينا خبزنا. يعني اللي عم بيتابعني بالبرنامج، مهم تكون مسيحي أو تكون إنسان، صارنا سنة بعدنا بثلاثة أو أربعة طلبات من الأبانا، كلياتهم إذا ما في كلمة أبا ما بينطلبوا، ما بينطلبوا. يعني أنا ما فيني أقول له لله ليتقدس اسمك بالوقت اللي أنا عم فتش عن مين يعطيني قيمة شوية صغيرة. كيف بدي أقول له ليتقدس اسمك؟ أي متى بصير قادر أقول له ليتقدس اسمك؟ لما بعرف أنه هو بي، مجرد ما يتقدس اسمه تقدس اسمي، وتقدس بالطريقة الصح. مشان هيك اليوم أزمة الإنسانية هي أزمة بي. الإنسان ما عنده بي قادر يعبي له حتى البعد الروحي، والبشرية ما عندها بي. البشرية عايشة اليوم مثل كائن ما عنده بي، متروك، يتيم بهالدنيا. وبينت أكثر بهالأزمات اللي عم نمرق فيها، بينت أكثر بهالأزمات، لأنه هلأ منتطلع ومنشوف إذا ما عندي بي يعني ما عندي خي. مثل الاتحاد الاوروبي اللي كانوا فرد قلب وفرد عملي وما ادري شو، لما صار، لما اجى فيروس كورونا صاروا ينتشوا بعضهم على كم كمامه. يعني شغله غريبه ولا لا؟ ما في خي. اذا ما عندي باي ما في خي. ليش؟ هون بدي اوصل للنقطه الثانيه اللي بدي احكي عنها تكون خلصنا الموضوع. عم حاول اختصر بس الحريص بياخد. الانسان لما بينوجد قدام، بينوجد يعني بيوجد ذاته، وبيوقف قدام بي عم يعطيه ذاته بمجانيه، هالبي شو بيصير؟ بيصير امان، بيصير امان، بيصير الحضن يلي بأمن له ظهري المسنود، برافو عليك، الامان. وبيصير الموديل يلي بيعطيني مثل كلمة بصدقها. يلي بيعطيني كلمة ببني عليها حياتي، يلي بيعطيني كلمة بتغذي الأنا يلي فيي. وإذا بتطلعي وبتشوفي تجارب يسوع، إجوا دغري من بعد العماد، قال له أنت ابني الحبيب، خلص ما قال له شيء تاني، قال له أنت ابني. رد له الجواب يسوع على الصليب، قال له أبا بين يديك استودع روحي. من بعد دغري قادوا الروح الى الصحراء تيتجرب. تيتجرب بشو؟ الثلاث تجارب يسوع بيختصروا بكلمه واحده، بتجربه واحده. شو هي؟ ان كنت ابن الله. ما قال له ان كنت قوي، ان كنت ذكي، ان كنت بتحب النسوان، ان كنت بدك كل
كلياتهم هودي صاروا تفاصيل وصلوا على الأساس، نقر له على الأساس، قال له إن كنت ابن الله. وإذا بتلاحظي في تجربتين إن كنت ابن الله، ووحدة ما بيجيب له فيها سيرة الله مباشرة البي. هلا حنشوف يلي هي النتيجة، هن التجارب مفصلين بمتى وبلوقا. إذا ماني غلطان متى بيعملها تصاعدية، بيحط تجربة المافيا البي اللي هي الكونكلوزيون آخر شيء، لوقا بيحطها بالنص مثل كأن اللي ماسك اثنين سوا. قال له إن كنت ابن الله حول هالحجارة إلى خبز. ما تجوع، شو الجوع؟ شو الخبز؟ يعني الحياة، يعني الوجود. نعم. إذا ما عندك بي بيوجدك بأمنك بيعطيك زيتك، بدك تفتش على زيتك بحي الله شيء، بحي الله شيء حتى لو حجار. عشان هيك يسوع ما جاوبه بالأكل وقال له أنا فيني جوع وأنا فيني صوم. اليوم في بدعة، قال في ناس قال قمة القداسة إن الواحد يقعد مثل يسوع 40 يوم بلا خبز وبلا مي. هيدا هبل. 40 يوم إنسان بلا خبز وبلا مي. نعم. علميا ما بتزبط، بيموت. كارثة، بيختلوا عقلاته أو بيمرض. شو الصورة؟ يسوع ما جاوبه بالأكل، قال شو قال له؟ قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة. يلي ما عنده بي بيعطيه كلمة بيقول له يا ابني أنت ابني، أي كلمة؟ كلمة أنت ابني تيصير موديل وجوده، تيصير هل أنا بتشبه بي، هل أنت يلي عم بتقلي أنت ابني؟ رائعة. نعم. التجربة الثانية شو هي؟ قال له كب حالك تشوف بيسندك ولا لا، بيخونك ولا لا، أنت مضمون ولا لا، بيك أمين ولا ظهرك مسنود ولا لا، ولا بس تبرم وجهك حيركض عليك ولا برافو عليك، ولا بس تبرم وجهك لح يبرم لك ظهره. عندك بي لكي صابوا باثنين سوا. نعم. والنتيجة كانت الثالثة، لك هاتوا ملح لا يطعميك ولا يكب ولا يبعت الملائكة، أنا بكون بيك. لك وقت بيقول له اسجد لي، شو يعني اسجد لي؟ يعني انزل تحتي. البي دائما هو فوق ابنه. بس الفرق بين الله البي والشيطان شو هي؟ فرق شعره. انه الله البي انت تحته بشدك طلوع تيكبرك، الشيطان انت تحته بيدعسك. نعم. قال له اسجد لي يعني انسي حالك كرمالي، عملني بيك بس بدك تندعس مني وبعطيك كل الدنيا دعوسة. تحكي شو حلوة، يلي بيو بيكبر وبيكبر البقية، يلي بيو بيدعس وبيدعس البقية. قال له بدعسك ودعس كل الدنيا، قال له بعطيك كل هالممالك بس اسجد لي لألي أنا. وإذا منطلع ومنشوف هيدي نتيجة الإنسان اللي ما عنده بي، هيدي نتيجة يلي ما عنده بي بطعميه وبي بيحميه، شو بيصير بيعمل؟ بيستعمل كل الوسائل الشريرة تيحصل على المال والسلطة والملذات، سكس باور ماني، تيدعوس البقية. بس نقول سكس أو ملذات، ما بنحكي عن الطاقة الجنسية اللي هي شغلة مقدسة، بنحكي عن استعمال الجنس لاستغلال الآخرين. نعم. لاستعباد الآخرين. السلطة نحن ما بنحكي عن السياسة اللي هي خدمة، قالوا من أراد أن يكون فيكم كبيرا فليكن خادم الجميع. بالعكس، المجتمع بحاجة إلى قوات سياسيين يكونوا خدمة. نحن ما بنحكي عن المصاري انه اللي معه مصاري هو عاطل، ابدا. نحن بنحكي عن اللي بيستعمل هالثلاثه تيدعس الاخرين. وهيدي بتنم انه هيدا شخص مدعوس. عشان هيك طالع بتشوف اليوم انسان اليوم بحاجه لشغلتين، بحاجه لاكل وبحاجه لضمان، لسيكوريتي. ومن اهم اذا بدك تقولي بحث الانسان عن هال الأنا الضايعة هو هيدا، هيدا اللي حامله بإيدي هلأ السلولار، هيدا اللي سيطر علينا كلنا، هيدا صار من الأمور اللي ما بقى فيها نعيش بلاها. نعم. صار الأنا معلق فيه، سلولاري، الكود تبعي، صورتي، صار بقلبه في كل عالم، لكن كل عالمنا صار عم بيزم عم بيزم عم بيزم تيصير. اليوم عم يحكوا عن تشيب بدهم يزرعوا لنا اياها، شو ما تشيب مزروعه بدل ما تكون جوا شوي برا. صح، عم بيطوروها بس عم بيطوروها بس. يعني اليوم
يبقى بالأول عندي منبه وعندي تليفون وعندي تلفزيون وعندي راديو وعندي مفكرة أجندة وعندي دفتر التليفونات وعند صاروا كلياتهم بقطعة واحدة. يوم إذا بينضرب تليفوني بيطير المنبه وبيطير تلفزيوني وبيطير الراديو وبيطير التليفون بيطير الكونتاكت تبعول بيطير كل شيء، كل عالمي، كل عالم انتهى. إيه؟ كوداتي هون، الكارد كريدي هلا صارت ابلكيشن هون، كله صار هون. نعم. إيه؟ ليش الانسان عم يربط حاله؟ لكي البي اللي عنده بي بيصير حر، اللي ما عنده بي بيحاول يربط حاله ببي بيصير عبد. هذا صراع يسوع، قال لهم انتم عبيد لابيكم. إيه؟ مشان هيك بنشوف تنرجع لداود وأبشالون. داود كان عنده صورة نبوية عن صورة البي. بهالمعركة كان أبشالون عامل معركة عبيه بده يقتله ويزيده تيقعد محله. مثل ما نحن مرات كتير مع الله. أكيد. مثل الابن الضال قال له بدي موتك قورتك وصير رجال بلاك ومحلك وما بدي اياك بحياتي. لما مات بكي عليه، لأنه المعركة كان بده يحافظ فيها على حاله داود، مش كرمال تيكسر ابنه تيقول له لابنه أنت بحاجة لبي. معركة الله معنا مش تيقصصنا لأنه رفضناه. الله ما بيستفيد شيء إذا نحن اكتشفناه، ولكن الله عم يبكي لأنه بيعرف أنه نحن بلاه يتامى. شو يعني يتامى؟ يعني مشردين. شو يعني مشردين؟ يعني عبيد. شو يعني عبيد؟ يعني موتى. نعم. معركة الله اللي عم يعملها ضدنا هي بالنهاية كرمالنا. لما الله بده يثبت لي انه لا انا بيك، انت منك بي، انت منك بي حالك، انا بيك، لانه الله بيعرف انه يوم انا بدي حاول صير بي بلا بي بكون عم بقتل حالي. حلو. انا بحاجة لصورة هالبي تينما في الانا الحقيقي. بالرمز بريك صغير ونكمل هالحديث الجميل جدا. سوري أنا كثير أخذت. لا بالعكس، حديث جميل جدا، بس بدنا ناخذ بريك صغير ومنرجع بنكمل حلقتنا. كم أنت لذيذ
ضعيفا قويا آية جعلتني. كم أنت قوي، كم أنت قوي، كم أنت قوي يا إلهي. كم أنت قوي، كم أنت قوي، كم أنت قوي يا إلهي، يا إلهي. كم أنت عظيم، كم أنت قوي، كم أنت لذيذ، كم أنت بهيم. وهل من سواك في الحب غني؟ فشكرا لك يا إلهي، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك يا إلهي، شكرا لك، شكرا لك، فشكرا لك يا إلهي. مشاهدينا، سمعنا قبل البريك ترتيلة نشيدا جديدا من كتابة الأب رمزي جراج والأب جورج ميلع. ترتيلة جميلة جدا في الرمزي، وبتجسد عن جد الكلام اللي كنا عم نحكي فيه والأبوة وبين السماوي. وحلو كتير كلمة شكرا لك، بس حب أقول لك كانت هاي الشغلة. ما هو آخر شيء قدام البي ما فيك ترديله هالجميل كلياته إلا بكلمة شكرا لك، ونطرة منا هو بس ما بده شيء تاني، لأنه يعني هيدي الكلمة الوحيدة اللي فيها مجانية الرد، رد الجميل، وبتكبر يلي بيقول شكرا هو الإنسان الكبير. نعم. واللي عم بيرد ذاته، شو الشكر؟ يسوع هو ذبيحة الشكر، ما هو ذبيحة ألم وموت ودم، هو ذبيحة الشكر الإفخارستية. نعم. ذبيحة شكر. وهيدي هالترتيلة إلها هيك معزة خاصة. أول شيء بتربطني بأبونا جورج اللي في بيناتنا علاقة كتير حلوة. كنت أنا هو هلا المسؤول عن التنشئة بإيطاليا، واللي كنت أنا مسؤول عنه بالتنشئة، وكتبناها بالأردن. كتبناها، إجت الفكرة، كنا بالأردن ببيلوريناج. وبدي كمان وجه تحية لصاحب هاللحن الرائع استاذ عبدو منذر. نعم. يلي ألحانه رائعة جدا، وللصوت الجميل جدا الصديق مروان بشارة يلي عن جد جسدها هيك برخامة من كل قلبه. عن جد ترتيلي رائعة. هلأ الفيديو كليب ما بعرف أنا مين عامله، منين جبتوه، لأن احنا ما عملناه لوقتها فيديو كليب، ما كان في إمكانيات. إن شاء الله يوم ما بنعملها فيديو كليب هيك شوي بيليق فيها، بس أنه حلوين مهضومين يعني الصور. بدنا نكمل فكرة الإنسان اللي مضيع بيه، اللي مضيع بيه واللي عم بينبش بالمحل الغلط. صح. فينا نقول إذا بتطلعي وبتشوف، رجعنا على هيدا، يعني يلي عنده بي بيكون عنده موديل، بيكون عنده أمان ضمانة. يلي ما عنده بي بيكون مضيع المثال الموديل، الأنا، ومضيع الأمان. وإذا بتطلعي وبتشوف إنسان اليوم عم بيفتش عن أمان، سلولار أمان، حساب البنك أمان. نعم. السياسي أمان، الاستزلام لزعيم أمان، الانتماء لطائفة أمان، كل شيء مادة، كل شيء أمان. يعني الإنسان يوم يفتش عن أمان بقلب هالبحر يلي ما حدا خي لحدا، كله بده يأكل كله. واليوم الإنسان مضيع الموديل، مضيع القيم. صح. صار بيقبل بكل شيء كيف ما كان، ايش ما كان وكيف ما كان. لك وقت قال له حول هالحجاره الى خبز، يعني كل ايش ما كان وكيف ما كان. اذا بتطلع بتشوف اليوم الادبيات الاخلاقيه الموجوده بالعالم، الافكار الاجتماعيه، الانسان صار عم ياخذ ايش ما كان وكيف ما كان، إن كان بالتعامل مع الأوموسيكسواليتي، مع المثلية الجنسية، إن كان بالتعامل مع الأمراض النفسية، إن كان بالتعامل مع الوضع المادي اللي نحن فيه هلأ، تعامل الدول بين بعضها، تعامل العقوبات إذا بتلاحظي والحروب. نحن اليوم عايشين
ما بقى في قيم، ما بقى في مقياس للقيم. نعم صح. إيه؟ صار الإنسان بده يأكل أش ما كان وكيف ما كان بلا تعب. إيه؟ يعني اليوم هذيك اليوم عم بسمع تقرير روبورتاج بإيطاليا أنه كل اللقاحات اللي نحن بناخدها من نحن وصغار إذا بتعرفي كيف بيعملوها من جن 60%، يعني 60% من اللقاحات اللي أخدينها هني من خلايا أجنّة. في نسوان بيجوا بيدفعوا لهم مصاري تيحبلوا بالشهر الثالث يولدوا، يعني يروحوا تهالجنين اللي بيخلق بالشهر الثالث يستعملوا تيعملوا منه لقاحات للناس. يعني أنا عن موت كائنات بشرية كرمال تأحمي حالي. هالشي مثبت يعني؟ نعم. والشركات الأدوية الكبيرة ما بتحكي فيه. كوارث. يعني أنا عم بحمي حالي كيف ما كان وبأيش ما كان. اليوم موضوع المثلية الجنسية اللي بعد كتار بيخافوا يواجهوا ولازم يتواجه بقى مسيحيا وكنسيا. والبابا فرانسيس أنا برأيي هو السباق بهذا الموضوع، وقت الوقف وقال قال مني أنا تدينهم. لأنه اليوم بالمجتمع في ضياع لكيفية التعامل مع هالظاهرة الإنسانية الموجودة. نعم. يلي موجودة بالكتاب المقدس من القدم. وما فينا نتجاهلها بقى. ما بقى فينا نتجاهلها. يعني نحن قدام موقفين ما في استقبال لها. موقف الرفض والشيطني لهالشغلة هيدي، أو موقف التساهل يلي هو كيف ما كان وأش ما كان. عيشة كيف ما بدك وبحيّ الله طريقة اللي كان شو ما كان. لا، يوم أنا وقت اللي بكتشف شخص عنده هالمشكلة أنا لازم استقبله، أنا الكنيسة مجبورة استقبله، بس مجبورة استقبله وكبره، مجبورة أحضنه، إيه؟ مجبورة مثل يعني إن كان الواحد عنده مثلية جنسية أو إن كان واحد عنده حياة جنسية خلينا نقول طبيعية ستريت، إيه؟ كمان بدي هزبه، بدي استقبله هزبه، لأنه كمان هيدي ما في عيشة كيف ما كان وشو ما كان. نعم. وبأي طريقة اللي كان. يعني اليوم البي، نرجع صعوبة البي، ليش اليوم الإنسان صار عنده صعوبة يهذب؟ ما بقى عنده بي، لأنه صعب الإنسان يقبل أنه يكون عنده بي يقول له لا، هيدا خط أحمر. والإنسان ما بيكبر إلا باللا. نرجع لهالنقطة هيدي. ومشان هيك الكنيسة اليوم بحاجة إلى أنها ترجع تشوفي صورة هالبي وتكون صوت هالبي يلي بده يستقبل، بده يحضن، بده يوقف، بده يحب، بده يحن، بده يرحم، بس بده يعرف يقول لا، لأنه هيدي شقفة من الرحمة. نعم. إني قل له لا. وهيدي شغلة كتير مهمة اليوم. إنسان اليوم، بشرية اليوم بضياع، وأنا برأيي البشرية ما رح ترجع تلاقي حالة إلا لما رح ترجع تلاقي بي يسوع المسيح. نعم. مش الله. كتار بيقولوا اليوم الإنسان ضيع الله، مش هيدا المهم، مش المهم الإنسان يلاقي الله، المهم الإنسان يلاقي هل الله يلي هو بي يسوع المسيح، هذا البي الحقيقي. نعم. أنا ماني بحاجة لإله، أنا ماني بحاجة لرجال بالبيت، أنا بحاجة لبي. أنا ماني بحاجة لزوج لأمي تأجي، أنا بحاجة لبي. أنا ماني بحاجة لمكنة تجيب لي مصاري، أنا بحاجة لبي. بي. مشان هيك أنا ماني خايف على الإيمان المسيحي. لأنه الإنسان قد ما برم وقد ما راح وقد ما تغرب رح يوصل نهار رح يلاقي حاله يرجع بحاجة لهالإله هيدا. تبارك الله أبا ربنا يسوع المسيح. بي ربنا يسوع المسيح. مثل الإبن الضال. يلي بركنا بكل بركة روحية في السماء. بابنه يسوع المسيح، واللي منه تنبع كل أبوة في السماء وعلى الأرض. إذا أنا ما بقدر أعيش بلا بي، بحاجة لهالبي هيدا. رح أرجع له. يمكن مش على أيامنا. لأنه حياتنا قصيرة. لا إن شاء الله على أيامنا. بس إن شاء الله على أيامنا، لأنه اللي عم نمرق فيه كتير صعب. ليكي كأفراد أنا بتصور إنه في كتير ناس الحمد لله بالبشارة الجديدة عم ترجع تكتشف صورة البي. بس كمجتمع ومجتمع دولي المسيرة بعدها طويلة. طويلة جدا. مسيرة بعدها طويلة، لأنه صوت الشيطان المجرب عم بيقول لك اسجد لي تأعطيك هالممالك بعده كتير قوي.
انك تطلع شوفي بالسياسة يعني نحن المسيحي ما بنعرف إلا ندعوس بعضنا يعني للأسف. عم نتصرف عم بحكي بالسياسة نعم. بغض النظر نعم. عن نعم. الأشخاص عم نتصرف وعم بحكي هون كأكثر من أشخاص أو زعماء معي يعني أنا عم بحكي كحس جماعي كحس انتماء جماعي نحن عم نتصرف وكأنه ما عندنا بي مشترك نعم. إيه؟ بالاقتصاد طلع شوفي نفس الشيء يعني اليوم ما بحلم أنا بهالظروف الصعبة يطلع شي مدير مؤسسة يقول أنا لأني مسيحي ولأنه بآمن أنه عندي بي أنا اليوم ما لح فل الموظفين ما لح أظلم الموظفين ما لح خلي وقوف الشركة يكون على ظهر ناس على حساب ناس يكون على حسابي أنا بدي أتشارك أنا يعني اللي عنده بي اليوم لازم يبين نحن بحاجة اليوم لقديس يبين مثل ما بثلاثين سنة حرب نحن ما بين عنا قديس مسيحي لكن بالثورة الفرنسية وبثورة إسبانيا وبالحروب كليتها ما في حرب إلا ما بين فيها قديسين بلا حرب لبنان بعد ما طلع عنا ولا قديس من الحرب نحن كل قديسيننا ما قبل الحرب بس قديس تقدس بالحرب بعد ما بين هذه مشكلة كبيرة هذه كنيسة لبنان لازم ترجع توقف وتشوف يا أخي أنا بنت مين هالظروف اللي عم نعيش فيها هلأ اليوم مش لازم يبين شيء قديس يعمل له هيك شيء خضة ويشوف كيف مدير شركة بتصرف كقديس مش قضية أني أعمل حصص غذائية مش حنموت من الجوع وهيدي شغلة كتير حلوة ايه؟ بس بعد في بطولة بدها تبين هيدي مين ما كان بيعملها ايه؟ بس في بطولة لازم ما يكون حدا قادر يعملها إلا اللي عنده بي مثل بي يسوع المسيح ونعطيني بينه هودي ومندعيهم أنه يبينوا لأنه موجودين بين رمزي بس يمكن لازم خايفين يبين. لازم أو يبين. يمكن مثل ما عم بتقول الصوت القوي عم يطغى عليهم صوت الشيطان القوي عم يطغى عليهم فإذا مش موجودين لازم يكونوا شجعان أكثر بأنه يبينوا هالموضوع الشجرة المثمرة ما بتتخبى صح المصباح المضيء ما بينحط تحت السرير بل على المنارة ليضيء للناس نوره إذا بهالساعات الصعبة بهالساعات الظلمة ما بين هالمصباح معناته مطفي ما نضحك على بعضنا انتبه هيدي منا كلمة دينوني لحدا هيدي كلمة نحن أنا وياكي منا وجر هيدي الكلمة موجهة لنا اليوم لأنه لكل واحد منا مش شو بدي أعمل نرجع نسأل حالنا سؤال إذا ما عم بعمل ليش مش معقول أن يكون أنا كمان ضيعت هالبي من جديد فليت من البيت من جديد سأقوم وأرجع إلى أبي هيدي النقطة المهمة نعم عشان هيك البشارة اليوم أساسية بعد البشارة هي الأساسية نعم سأقوم وأرجع إلى أبي فعلا بير رمزي كتار القديسين الأباء اللي طبعوا بالكنيسة وبالناس قصصهم وحياتهم ومسيرتهم بس اليوم حبينا نضوي على بعض هالقديسين وقدي حلو نبلش بشوار القداسة الأبوية مع القديس يوسف لما نقول بي مش ممكن إلا ما يخطر عبالنا صورة القديس يوسف شفيع العائلة الزوج الأب الحارس الأمين الحامي المؤمن المتكل على الله كل هالصفات وغيرها مجموعة بهالقديس العظيم اللي وضع كل ثقته بالله وتمم رسالته على الأرض بصمت وتسليم لدرجة بتخلينا نتعجب ونتساءل من وين هالقوة كيف قدر هالإنسان العادي يتحمل كل هالمصاعب وهالمشقات وكيف قدر يواجه الخطر الكبير اللي كان محيط بابن الله وبعائلته واللي كان مؤتمن عليها وقدر ينجح بأصعب مهمة على الأرض وأصبح القديس يوسف البار حامي الكنيسة وشفيع العائلة وشفيع العمال وشفيع الأباء أيضا شو رأيك؟ قلتي كل شيء عنه نعم لك هيدا قديس عظيم جدا وأنا برأيي ما غلط البابا فرانسيس لما طلب منا بالقداس كل مرة منذكر مريم
نذكر القديس يوسف. وأنا بحب التعبير يلي بيستعمله البابا باللغة التليانية، بيستعمل كلمة زوجها. نعم. سو سبوزو. نعم. سان جوزيبي سو سبوزو، زوجها. نعم. البار. مع أنه باللغة العربية ما منحبها كتير، لأنه دايما عنا من دال خيفانين الخوف. شو بدهم يقولوا؟ شو بدهم يقولوا؟ شو بدهم يقولوا العالم؟ شو بدهم يقولوا؟ علاقة يوسف ومريم هي علاقة زوجية شرعية. نعم. يسوع منه ابن برات الزواج، حتى لو جسديا ماديا يوسف منه بيه، حبلت به بالروح القدس قبل أن يتساكن. نعم. وهيدي شغلة كل الأناجيل بيصروا عليها. نعم. ولكن كانوا زوج وزوجة. ولكن كانوا زوج عائلة. وزوجة. ويوسف هو بي ليسوع الشرعي بالتبني. نعم. إذا بتلاحظي بالنسب يسوع بينزل النسب ليوسف. نحن ما بنعرف إذا مريم هي من سلالة داود ولا لا. نحن ما بنعرف شيء عن سلالة مريم. نحن السلالة تنزل ليوسف، توصل عند يوسف. صح. زوج مريم التي أتى منها المسيح، وكأنه في وصلي بالتبني بس في قطشي بالعلاقة الجسدية بين يوسف ويسوع، ما في تناسل، ولكن هو ابن يوسف بالتبني وهو من سلالة داود بالتبني. شو حلو على الصورة. هو ابن البشرية بس منه من البشرية، بس هو فايت على البشرية، وهو إذا بدك سانتر كل البشرية بس هو منه من البشرية. شيء يعني عن جد سر مهول هون. نعم. عنا إيه. نعم. وبهاللعبة أكيد بوجود يسوع وأبوة يسوع، دور يوسف مفصلي مثل دور مريم. مثل ما يسوع الأقنوم الثاني ابن الآب الأزل يلي بده يصير إنسان كان بحاجة لأحشاء امرأة تقول ها أنا أمة الرب تيتجسد فيها المسيح، الإنسان كان بحاجة إلى صورة بي بالتبني تيكمل هالوجود اللي هو الأنا. نعم. أنا كنت أقول شغلة شوي قاسية، أكيد هي كي بدي أقول لك اجتهاد الشقفة الأولى منها اجتهاد لاهوتي، إنه لو مريم ما قبلت كان الله في نقي إنسان تاني. إنساني تاني بغض النظر إذا نحن أكيدين إنه كانت رح تقبل، لأنها مختارة من الله. مش بس هيك مختارة، هي المنفتحة على الله، المؤمنة. نعم. نعم. الكاملة. نعم. القداسة. ولكن من بعد ما مريم قالت ها أنا أمة الرب وقبلت، ما بقى في حدا يلعب الدور إلا يوسف. لو كل الناس صدقوا أنه مريم حبلة من الروح القدس ويوسف ما صدق، كان اخترب المشروع. صح. كانت رجمت مريم وماتت هي والصبي، أو كانت هربت وكان يسوع طلع ابن زنا وكان مشروع الله كلياته مات. نعم. لكن دور يوسف كدور مريم هو أساسي بالتجسد. نعم. يوسف وطاعة يوسف مهم كتير قد طاعة مريم. دوره بحياة يسوع الطفل مثل دور مريم، نحن وأبوك نبحث عنك، لماذا بحثتم عني؟ يجب أن أكون في بيت أبي. والحلو أنه يوسف يلي هو منه بي جسدي، بي بالتبني، بس بي نحن عنا المسيحية التبني هي أبوة كاملة. نعم. نحن أولاد الآب بالتبني. نعم. مثل ما يسوع هو ابن يوسف بالتبني، هيدي أبوة كاملة، لعب هالدور كاملة. لكي يسوع ما حكي ولا كلمة، فعل. كان الموديل بأفعاله، لأنه ترك الكلمة لمين؟ قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. في أيقوني بحبها كتير مرسومة، مش عم بتذكر وين، بشوفي يوسف العبراني المتدين يلي عم بيعلم يسوع على التوراة، فتح له كتاب التوراة وعم بينشئه على كان ينمو في القامة
والحكمة والنعمة. يعني حتى كمان كان عم ينمى كإنسان بتعرفه على الكتاب المقدس. نعم. يعني لعب هالدور الأبوة الكاملة بدون ما يحكي ولا كلمة، كان الموديل بالفعل وكان الحماية بالفعل. لأنه أنت تتحمي ابنك بدك تموتي. إذا بنطلع ومنشوف يوسف مات عن مشروعه، عن مشروع أنه يكون عنده عائلة، عن مشروع أنه يكون عنده علاقة مع مرته، عن مشروع أنه يكون عنده عر أولاد، عن مشروع أنه يكبر صناعته ويعمل معمل كبير ويكون عنده أولاد عم بيسير. لكن إذا بنطلع ومنشوف يوسف كان إنسان لازم يكون كان عنده مشاريع مثل كل الناس. صح. أيه. ما كان تنبل. ما كان إنسان عايش على ظهر غيره. ولكن كان إنسان منفتح على البي السماوي. لكن تقدر يكون بي أرضي، كان مكتشف البي السماوي. مشان هيك روايات يوسف بطفولة يسوع مش لازم ناخدها حرفيا أنه بصر بنام وما بصر بنام. أكثر من هيك، كان منفتح على إلهام البي السماوي. ولما فهم أنه الولد بخطر راح على مصر. تعرف شيني واحد ديجا تيجي من الناصرة على بيت لحم مهجر، قديش بده يكون حامل مصاري معه؟ قديه بده يكون معه إمكانيات؟ ما كان في لا كارد دو كريدي ولا سيستم بانكير ولا في يسحب من هون ومن هوني. يعني قديش يعني كان يمكن بيت لحم بهالفترة يلي قعدها ببيت لحم سنة سنتين ما بنعرف قديش، يمكن اضطر يشتغل بالفاعل، يمكن اضطر يشتغل بالزبالة لحتى يعيشهم ويجيب لهم لقمة أكل. ما كان في ناس عم تعطيه. ما كان يسوع انه الدهبيات اللي جابوا له اياهم المجوس قديش ضاينوا. عم بعطي أمثلة أرض. من مكان هو مهجر فيه قال له روح تهجر بعد على مصر أنت ومرتك والطفل، وبعد شوي قوم رجع، وبعد شوي قوم رجع روح على الناصر. رجعوا على الناصر كان عمره يمكن شي 3 سنين 4 سنين الطفل، يعني 3 سنين 4 سنين مضيع بيته، رجع رأى بيته بده ترميم بده تظبيط بده كل اذا ما انسرق. يعني اذا بنطلع ومنشوف يوسف قدر يكون البي الحقيقي اللي بيحمي، اللي بيضحي بذاته، اللي بيضحي بوقته، اللي بيضحي بمشاريعه، اللي بيضحي بوجوده، اللي بيحمل حاله وبيمشي، اللي بيكركب حاله كرمال ابنه. هذا البي الحقيقي اللي بيعطي ذاته لابنه. ولا كلمة ما عندنا، ولا كلمة طالعة عن لسان يوسف، حتى بالهيكل مريم اللي حكيت. نعم. ولكن بلا ما يحكي قال كل شيء بأفعاله مثل مار شاربي. لكن ولا كلمة. نعم. ولا كلمة نحن أكيدين منها، ولا كلمة. بس بحياته أكبر كلمة، يسوع الطفل قبل ما يحكي ولا كلمة كان هو الكلمة. نحن المسيحية ما لنا ناس بكتروا، أنا بكتر حكي. حكي حلو بس. بس مش هون العبرة. مين ما كان بكتر حكي؟ ما لنا بتكتير الحكي، لأنه آخر شيء الحياة بدها كلمة. يسوع اجى تيورتنا كلمة أبا وبيو عمل كلمة أنت ابني. نعم. وكل الباقي هن تفرعات هالكلمة. بالساعات الصعبة الولد بينطر من بيو كلمة. وبالرمزي شو بنقول للأباء هلأ؟ يعني شو بتنصحهم كيف بيقدروا يتمثلوا بالقديس يوسف؟ في كتير ناس هلأ بتقول لا أنا ما بقدر، قديس يوسف أكيد شيء عظيم، الله كان معه، أنا ما بقدر أعمل مثله. مين اللي الله منه معه؟ لكن بدي لك سؤالي كل مرة، ما ها هي النقطة اللي بدي أوصل عليها. مشكلتنا أنه اللهنا القديسين لدرجة أنه صاروا دي سوبرمان، إيه سوبر وومن، يعني صاروا أعلى منا وضربناهم. وفي كتير ناس اليوم يعني كيف بدي اقول لك بينتقدونا على تعاملنا مع القديسين. معهم حق، لانه نحن مش عم نقدم قديسيننا بالصوره المضبوطه. ما بقلن هن
الموديل يلي بيأكد لي أني أنا قادر أوصل كمان. عملناهن لهالدرجة أنهن فوق منا ما فينا نوصل له. نعم. حطيناهن بمحل كتير بعيد. فوق منا. فوق منا. إيه. مشان هيك الكنيسة اليوم إذا بتلاحظ إيه بالفعل مش بالحكي عم بتحاول تتخطى هالنقطة هايدي. يوم لما بتقدس لويس وزيلي مارتان، لما بتقدس القديسة جانا، لما بتفكر بتقديس زوجها للقديسة جانا، لما بتقدس فريدريك أوزانام، يعني لما بتقدس ناس عاديين، لأنه هو روق شوي. القديس منه من غير كوكب. هيدا اللي بدي أوصل له معك بير رمزي. منه من غير كوكب. مار يوسف ما كان من غير كوكب. ومريم منه من غير كوكب. واللي بيحاول يحط مريم ويوسف من غير كوكب او حيلا قديس تاني بيكون عم يضرب صوره هالقديس ودوره. مثل ما تقولي حكيم سنان بس هو ما بيدق بالسنان. حكيم سنان ما بيتعاطى مع السنان، ما بيفيدني بشيء. نعم. فيني حطه صوره وايقونه ويصير بودا صغير و بس منو القديس المسيحي. القديس المسيحي. القديس المسيحي هو يلي بيقول لي أنا حدك. إذا أنا قدرت مشيتها يلا. أنت فيك كمان. مثلا اليوم عنا تخير لويس وزيلي مارتان كتار بينتقدوني، نف بير رمزي اللي بينتقد كل شيء، وبير رمزي يلي لاهوتي وعقلاني وهالاخبار انه بحب الزخائر. ايه كثير بحب الزخائر، لانه لما بتطلع بهالعظمتين، عظمتين يمكن لو مانن مجملين بشويه ذهب يمكن انه الواحد ما بيحب يشوف شكل العظام. العظام شكله منه حلو. انا بدي اشكرك لانك جبت معك زخائر. بس ليش أنا قدامهم بتأثر؟ لأنه هودي عظام مثل عظامي. دميت جون بول دوكينو مثل دميتي. نعم. شعرات القديسة جنة لما وصلوا لي شعرات مقصفين مثل كل مرة صار لفترة هاملي حالة مش عم تهتم بحالة، مش عم بتضبط شعراتها لأنه عايش درام تاني، مثل شعرات أمي مثل شعراتي. إذا هودي قدروا يوصلوا إلى قمة يكون سكنة فيهم الروح القدس، يكونوا منارة بهالدنيا، أنا شو ناقصني؟ لازم أطلع فيهم، أتعلم منهم وأمشي. حلو. هيدا هو القديس. اليوم كل بي اليوم كل بي بده يفتح خط مع بي السماوي، البي اللي ما بيصلي، البي اللي ما بيتأمل، البي اللي ما بيسأل حاله كل يوم شو هي مشيئة الله لإلي ولأولادي ولعائلتي، منه بي مسيحي وما بيقدر يكون بي إنساني. اليوم قدام الأزمات ما بسمع إلا بيجوا لعندي أبونا شو رأيك من سافر؟ أخي أنا شو رأيي إذا بتسافر؟ مين يعني تقلق إذا سافر أو ما تسافر؟ أخي سألت ربنا، قعدت صليت، قعدت فتحت الإنجيل، قعدت قلت له يا رب تكلم فإن عبدك يسمع. سألت ربنا إذا السفر اليوم منيح لألك ولعائلتك؟ طب أنت وين رايح؟ رايح على بلاد شو القيم هنيك؟ عشو بدك تربي ولادك؟ اوكي رح تلاقي هنيك مين يعلم لك اياهن ومين يدفع عنك الطبابه ومين اول كم شهر يدفع لك 200 300 يورو لحتى تقلع بحياتك، بس روح شوف الاوروبيه كيف هن عايشين. روح شوف قيامهم، روح شوف ولادهم. انا عشت بايطاليا 10 سنين. الولد من قبل 13 سنه ببلش يدخن بيطلع بيه وبيقول له انا حر. نعم. وهيدي انتبهي مش لانه تربيت عائلي او ما تربيت عائلي، هذا جو عام، جو عام، جو المجتمع هنيك. يعني اليوم البي اللي منه منفتح على البي السماوي عنده صعوبه يكون بي على الارض. نعم. هيدي بتعلمها من مار يوسف. ولما بكون منفتح على بي السماوي بعرف كيف مرات كثير موت كرمال اولادي، موت عن مشاريعي، موت عن راحتي، موت عن ملذاتي، موت عن اشي انا بحب اعملها ما بقى فيني اعملها، مضطر اني ما بقى فيني اعملها. نعم. كرمال ولادي. نعم. هيدا مار يوسف. نعم. يلي قاعد بالظل يلي ما بنعرف كيف مات،
ما بنعرف كيف كان يحكي، ما بنعرف شيء عنه. نعم ما, ما في وثائق تاريخية أبدا، ما بنعرف شغلتين تطلعنا على حتى قصة صغيرة مع عمر يوسف. مطيع لله وأمين لعائلته وبس، وبس مطيع لله منفتح لله. مش قضية ابنمات، مش قضية أحلام. الحلم منا يعني لما انكتب العهد الجديد كلمة الحلم ما بتعني البنام بالمعنى اللي بيقروا أحلام واللي بفسروا لك ابنمات وهالخزعبلات اللي اليوم كل العلم اكتشفها. يقيل شو بيقول؟ بيقول يرى شبانكم أحلاما ويتنبأ بنوكم وشيوخكم يرون رؤى. يعني الأحلام والنبوءة والرؤى ثلاثتهم هني فارد شغلة. شو هني؟ هني قراءة الواقع على ضوء العلاقة بالله. ثلاث مفردات لحقيقة واحدة. شو هي؟ أني أنا أعرف أقرأ واقعي على ضوء انفتاحي على أبوة الله. وهيدي اللي كان يوسف شاطر فيها. دونك لكل البيات اللي اليوم ضايعين إذا بيدلوا بلبنان أو بفلوا، يلي ضايعين شو بدهم يعملوا إذا بيخلوا أولادهم بمدارس خاصة أو بيبعتون على مدارس رسمية، لكل اللي مش عارفين كيف بدهم يديروا الخلافات بقلب العائلة، لك اطلبوا من مار يوسف قولوا له علمنا كيف نسمع صوت الله. نعم. علمنا أيمتى نضب غراضنا ونمشي، وأيمتى نضب غراضنا ونرجع، وأيمتى نسكت وما نحكي، وأيمتى نسهر كل الليل، وأيمتى نرضى بمزود لحتى تولد مرتي، وأيمتى لا بدي أخذها على أحلى نسأله نقول له علمنا. نعم. قديسيننا حاضرين معنا بيشتغلوا بيعلموا. ايه صح فعلا. بدنا ننتقل لقديس تاني هلأ في الرمزي أنا وياه، كمان هو أنا رح أقول عنه قديس من هلأ، هو دعوة التطويب فتحت بالفاتيكان وبشروا فيها. أهله لجان بول دو، بيو نعم بيو كارول فويتيلا. كانت علاقة البابا بوالده ودية ووطيدة، إذ كان له سندا كبيرا بعدما فقد والدته ثم شقيقه البكر وشقيقته. والجدير بالذكر أن البابا يحمل اسم والده كارول فويتيلا الذي بذل قصارى جهده ليمنح أفضل تربية لابنه ويجعله ينمو في الحكمة والقامة والنعمة. وكانت أولويات حياة كارول فويتيلا القداس والإفخارستية والمسبحة، وزرع بابنه أي البابا يوحنا بولس الثاني حب الله ويسوع ومريم، وكان يقول له عن العذراء هذه أمك. وهذا الذي جعل البابا يوحنا بولس الثاني يكرس كل حياته للعذراء تحت شعار كلي لك. وبالرغم من صعوبة الحياة وبداية الحرب العالمية الثانية والقتل والفقر والجوع، لكن كارول الأب كان متمسكا بإيمانه وبمسبحته ولم يترك ابنه إلى أن فارق الحياة عام 1941 عن عمر 63 عاما. الداب بيشبه كارول فويتيلا الأب، بتشبه حياته حياة القديس يوسف كتير بكتير مراحل كتير. نحن ما كتير بنعرف عن أهله لجان بول دو. نعم. يمكن بدنا ننطر هلأ التطويب تيكون اكتمل الملف. نعم. تيبلش يوصلنا الأخبار إذا بدك المتكاملة. بس اللي بنعرفهم عن أمه بيو شي كتير حلو. نعم. بقصة هذه دعوتي جان بول دو بيحكي عن بيو، بيقول شغلي، بيقول كنت عدة مرات أوعى بالليل لقيه عم بيصلي. البي ما كان يحكي كتير. نعم. تعلمت الصلاة. نعم. لما كنت شوفه كيف يصلي. تعلمت مساعدة الفقراء. أني كنت شوفه عن يساعد الفقراء. تعلمت الأمانة. لأني شفته أمين للآخر. مثله الأعلى يعني كان. لكن كان الموديل والسند. أي جان بول دو. يلي وصلوا إلى البي السماوي. أي كان منزلي الإكليريكية الأولى التي درست على مقاعدها. رائع. وإذا منتطلع ومنشوف قداسة البابا يوحنا بولس الثاني يلي خلته ما ينزل عن صليب البابوي لآخر لحظة.
أنا برأيي هي ثمرة أمانة بيو لهالعائلة. يوم واحد ترمل بعز دين شبابه، رجع فقد ابنه وكان فقد بنته، ما هي شي يفكر انه يرجع يتجوز، انه عندي صبي بيربى. لكن امانته لأميلي رائعه. نعم. مثل امانه بيترو مولا لسانتا جان. لسانتا جان. نعم. مثل امانه لويس لازالي مارتان. ما هودي امثله رائعه. نعم. هودي امثله بجنن وهودي. ايه هالامانه لهالمشروع الابوي للاخر. بالرغم من كل الصعوبات، بالرغم من كل الاهتراءات يلي أصابت هالمشروع، بقي هو أمين. نعم. الأمين. نعم. هيدي أنا بتصور شغلة كتير مهمة. جون بول دو كان إنسان منفتح على أبوة الله وكان بي. نعم. أنا ما فيني أتخيله إلا بي. كلنا هيك. نحن ربينا عليه. يعني أنا اليوم بس فكر بالبابا دغري أول صورة بتجي على راسي جون بول دو. صار علينا بن وساز وهلأ البابا فرانسيس. إيه؟ بس بقيت صورة هالبي هيدي الأمين. إيه؟ يلي وقت اللي كان يفنجر عيناه ويقول لا ويخبط على الطاولة، جون بول دو يعني عنده تفنجرة عينان وأنها يعني عنده صور لما كان يقف يقول نو اللابورتو، لا للإجهاض، كانوا عيونه يبزوا لبرا. ولكن كان باي. وهيدا الباي اللي بدنا اياه. نكي والبابا فرانسيس اليوم عنده أبوة رائعة. نعم. فإذا من هالأمثلة بيو لجون بول دو، وبتصور بعد دعوة التطويب رح تبين أشياء كثيرة. حلو، نحن بفارغ الصبر يعني ناطرين هالموضوع. كل المؤمنين وكل محبي جان بول دو إن شاء الله. أنا لأنه الطالب دعوة تطويب وتقديس البابا يوحنا بولس الثاني اللي تعرفنا عليه واللي إجا وقت اللي جبنا زخائر جان بول دو على لبنان واللي بتربطنا فيه صداقة، هو يلي الكنيسة عينته تيكون هو طالب دعوة تطويب وتقديس أهله. يعني لازم المعلومات تجينا بخط عسكري. أكيد رح تطلعنا عليها. أكيد 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 رح نطلع كل الكنيسة يعني يوم اللي بتصير رح تكون معلنة. نظرا لضيق الوقت رح انتقل دغري للقديس فريدريك أوزانام تنحكي عنه شوي أنا وياك، لأنه كمان كان بابا وكان عنده بنت. وحلو كتير بقصة الطوباوي فريدريك أوزانام هالتيتر اللي حاطينه، من الإلحاد إلى القداسة. صح. يعني بسن المراهقة وبسن الشباب، كل شبيب اليوم اللي مضيع الفالور. نعم. ضيع بيو. نعم ضاع، وكتير اتاخد بأساتذته بالجامعة بالنزعة اللادينية والنزعة الاشتراكية، ورجع بعدين وقت حس انه هالشي كله نظري، ما في تطبيق على ما في تطبيق فعلي على الأرض، تغير كليا. هون أنا بعتقد أكيد سمع صوت الرب. أكيد. وصار بي مش بس لبنته. نعم. اليوم هو بي عأيامه للميات. نعم. الفقراء، واليوم لملايين الفقراء. نعم. اليوم جمعية مار منصور، لأنه هو مؤسس جمعية مار منصور خيرية بالعالم. صح. بتعرفي، وهون بدنا نضوي على شغلة، أنه ما وصل لالله لحاله. وهون في قديسة تانية راهبة عزرية اللي بعدها طوباوية. نعم. روزالي روندو كان لها دور كتير كبير انه ترشده، انه ترشده، انه تدله. نعم. انه واكيد من خلالها تعرف على الاباء العزريين، تعرف على صورة مار منصور. لكن نحن بحاجة لموديلات قدامنا، مشان هيك اليوم الابوة الروحية شغلة كتير مهمة. نحن الاخوارني والرهبات عنا دور ابوي امومي روحيه اساسيه للناس، اساسيه للبيات يوصلوا لدورهم، للامات يوصلوا لدورهم، للصبايا يوصلوا ليكونوا امات، للشباب يوصلوا ليكونوا بيات. نعم. عنا دور اساسي، يعني ما حدا بيوصل للقداسه لحاله، ولا يسوع ما اسس كنيسه. وهيدا هون سر كتير مهم. الابوه منا شغله منوصلة مثل ما الواحد بيروح بيشتري كيس بطاطا. هي مسيرة. نعم. والمسيرة بدها من يسير معي ويمسك يدي.
ويمسك يدي. وهيدي شغلة كتير مهمة. وعلى فايقة كتار قديسين مرقوا بجمعية مار منصور. جمعية مار منصور تضم الآن أكثر من 800,000 عضو. أنا يلي اكتشفته هلأ بقراءات اليوم أنا عم حضر هالحلقة أنه بيو لجون بول دو كان بجمعية مار منصور. حلو. لوي مارتان تعلم المحبة الفقراء بجمعية مار منصور. لكي حلو هالقديسين. سانتا جنة كان بجمعية مار منصور. حلوة هالعائلة اللي عم تكبر. نعم. عائلة مار منصور يعني البي بيصير مدرسة. البي بيصير مدرسة. فعلا. وهيدا الشيء كمان أثبته طوباوي فريدريك أوزانام مع أنه عمره كان قصير على الأرض. توفى عن عمر 40 سنة. بس وعمر أنجز, مار يوسف كان أنجز الكثير. وعمر مار يوسف كان قصير. نعم. الإنسان ما بينقاس بالكمية بالنوعية. الكلام ما بينقاس بالكمية بالنوعية. الأعمال ما بتنقاس بالكمية بالنوعية. والأبوة بتنقاس بالنوعية مش بالكمية. قالوا عندكم معلمين كتار بس ما عندكم إلا بي واحد. أنا ولدتكم لأني عرفتكم على الله البي. بديتكم كلمة تلك في عندك بي. حلو. بدنا نختم حلقتنا بير رمزي مع لويس مارتان. ما فينا إلا ما نحكي عنه حبيب زخائره حدنا وبطلب بركته ومنطلب أكيد منه يتشفع لنا عند يسوع تنمرق هالأزمة القوية كتير اللي بارقين فيها خاصة بلبنان. أكيد العالم كله هلأ مارق بأزمة بس خاصة نحنا لأنه نحنا غير الكورونا عنا الوضع الاقتصادي والمالي والانهيار يعني والعالم والضياع اللي عايشة فيه العالم مش عارفة حالة وين رايحة وين جاي. القديس لويس مارتان بير رمزي ولد في بوردو سنة 1823 وشعر بالدعوة إلى التكرس الرهباني وهو بعمر 20. يعني ما كان بده يتجاوز وكان بالأول وزلي نفس الشيء. ولكن عندما طلب دخول الدير رفض بسبب جهله للغة اللاتينية. كيف ربنا بصير يشتغل. فانتقل إلى الأعمال وفتح مشغل ساعات وتعرف على زيلي مارتان وتزوجا ووهبهما الله 9 أولاد. مات منهم 4 في سن مبكرة وكانت الحياة الروحية داخل العائلة هي تلك الخميرة التي أنضجت الدعوة الرهبانية لدى بناته 5. وكانوا يشاركون القداس يوميا ويمارسون الأسرار خاصة الاعتراف كما وأنهم كانوا يخدمون الفقراء. وكان لويس مارتان يدعوهم إلى بيته للاعتناء بهم. ماتت زوجته زيلي سنة 1877 وتقبل لويس هذه المأساة بألم شديد ولكن إيمانه كان قويا وثابتا فرافق بناته وكان لهم الأب المحب والحنون. وواصل لويس إرشاد بناته إلى طريق الرب وكان فخورا جدا عندما علم أن بناته اخترن الدخول إلى الدير وتكريس حياتهن للرب. توفي لويس مارتان سنة 1894 وله من العمر 71 سنة. كمان قديش كل هالقديسين بيشبهوا بعضهم بكتير مراحل ومحطات. الصلاة، انفتاح على الله، الأمانة للعائلة ومحبة الفقراء. كيف بتلاقيهم وين ما كان. بس اللي بيميز لويس هو هالروح التضحية اللي عنده إياها، نسيان الذات يلي بتوجع بتجرد. لكن ماتت مرته، بنات واحدة ورا التانية، بس كان يعرف يكبر، يتخلى عن ذاته تيكبر، لكن تخلى عن متجره اللي كان يدر عليه كتير مصاري تيساعد مرته يكبر له مشروعه اللي كان هو شغل الدانتيل. تخلى عن أبوته لتيريز تيكبرها بهيك عيد الميلاد الشهير وقت اللي قال بدك تقفي على إجريك خلصنا بقى غنج. لكن كان بي بيعرف يكبر لدرجة أنه كان ينسى ذاته. خلى كل بناته يتركوه دل حاله بشيخوخته. وآخر شيء لما مرض
بمرض بيشبه الألزايمر فينا نقول اليوم يعني، وهالشي أزله كتير. كان عنده فترات يضيع فيها، يعمل أشياء غريبة عجيبة، يصير مسخرة قدام الناس، وهالشي وجع كتير لسانت تيريز، أنه حسيت أنه أنا بهالوقت لازم أكون حد، وكان لازم أحميه مثل ما هو كبر، لازم أنا أحميه بشيخوخته. ويعني هالشي بيعز على قلبي كتير، لأنه أنا الماما مريضة بالألزايمر، وكتير هالموضوع بيأثرني. بس بفرح لي قلبي أنه حتى يلي مريض بالألزايمر قادر يكون بالألزايمر قديس. وهيدي شغلة اليوم تعزية كتير كبيرة. القديس منه البارفي، بعرف أنه بدعوة تطويبهم وتقديسهم كانت هالنقطة هيدي موضع خلاف، انه عمل اشياء بتخجل، بس كان قديس. نعم. الانسان حتى عقليته مش هني مصدر قداسته. نعم. الانسان منه عقل. يعني ربنا ما عم بيخلي طريقه تيفهمنا فيها انه فينا نكون قديسين، الا ما عم بيبعث لنا امثله، وعم بيبعث لنا اشخاص يثبتوا لنا هالشيء. للاسف نحن بعدنا بعد. يلا المهم انه سأقوم وأرجع إلى أبي. بدي أرجع إلى هالحضن، هالحضن البي. أنا عم بحضر هالحلقة هيك إجت صورة على راسي، أيقوني بحبها كتير، يلي هي الأيقونة تلميذ الحبيب يلي تاكي على صدر يسوع، على قلب يسوع. نحن هلا بشهر قلب يسوع. نعم. شو حلوة إنه الإنسان يقدر يوصل لوقت يتكي على صدر بيه. نعم. ويقول له أنا هون بأمان. بير رمزي، أنا بدي أشكرك كتير على الحلقة الحلوة، وبدي منك كلمتين للمشاهدين بمناسبة عيد الأب. ما تخافوا تكونوا بيات، طريق هينة بدها ثلاث إجرين: الصلاة تضلوا موصولين مع بيكم السماوي، الأمانة تما تهربوا من دوركم، والثالثة التضحية يلي هي محبة الفقراء، ويمكن الفقراء يكونوا أهل بيتكم يلي بيكونوا بحاجة لكلمة. حلو. نتعرف على أي الله البي، بي يسوع المسيح الذي منه تنبع كل أبوة في السماوات وفي الأرض. شكرا لك بير رمزي. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، وعلى أمل اللقاء قريبا إذا الله راد، وبرجع بعيدكم وبعيد كل أباء العالم. الله معكم.